تقدمت هيئة السكة الحديد بشكوى إلى الدكتور هشام عرفات وزير النقل لعدم توفير أي اعتمادات مالية إضافية لها منذ حادث تصادم قطاري الإسكندرية في أغسطس الماضي، واللي كان سبب في مسرع 44 شخصا وإصابة 172 آخرين، رغم كل الوعود اللي قدمتها الحكومة بتوفير كافة الاحتياجات المالية لتطوير المرفق وقيام الهيئة بتحديد احتياجاتها المالية على مدار الأربع سنوات المقبلة لتتمكن من تطوير السكة الحديد وتحسين الخدمة وإرسالها إلى وزارتي المالية والتخطيط. وأكدت هيئة السكة الحديد في شكواها أن مبلغ 100 مليون دولار التي كلف رئيس الوزراء وزارة المالية بتوفيرها للهيئة بشكل عاجل، بالإضافة إلى الاعتمادات المخصصة في موازنة العام المالي 2017-2018، وذلك في أعقاب حادث تصادم الإسكندرية، لتتمكن من شراء قطع الغيار ودفع الدفعة المقدمة لتعاقد الجرارات الجديدة التي تعاقدت عليها مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، لم يتم توفيرها أو توفير أي مبالغ منها حتى تاريخ اليوم. معايا على الهاتف سيادة النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل بمجلس النواب. مساء الخير يا فندم أستاذ محمد. أهلا بحضرتك. حضرتك قول لي إيه سبب التأخير في عدم توفير الاعتمادات المالية لهيئة السكة الحديد؟ وطبعا سبب التأخير هم عايزين 100 مليون دولار، وكان المفروض إن احنا بنعمل قرض، ومفروض إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي هذه المهمة في توفير ال 100 مليون دولار كقرض للمؤسسات او بيوت المالية الخارجية الداخلية، فلسه الموضوع ما خلصش حتى تاريخه، والمفروض ان هو كان فيه اتفاقية وضع لها الرئيس وأعلنها في مجلس النواب لجنة النقل والمواصلات، واحنا وافقنا عليها على اساس انقاذ المرفق المهم والاستراتيجي اللي بيرتبط بحياة المواطن البسيط. وان الو ايوه يا فندم مع حضرتك، وان انا شايف ان برضه المبالغ الصغيره دي هي اداره المال العام، 100 مليون دولار ده مبلغ صغير بالنسبه لمرفق السكه الحديد. انا كان ليا راي ان مرفق السكه الحديد عايز يتطور ويتحدث ويعيد ويعاد تظبيطه مره اخرى من الاي تو زد، لان النهارده الكيلو متر فقط بيتكلف 25 مليون جنيه، احنا عندنا 10,000، يبقى احنا محتاجين 250 مليار. انا لما اتكلمت في لجنه النقل قلت انا عايز 120 مليار جنيه مصري، ما يعادل 10 او 15. طب هي حضرتك هي يمكن المبالغ كبيره شويه عشان كده هم مش قادرين يوفروها؟ لا مش حكايه مش قادرين، احنا كمجلس النواب ولجنه نقل ومواصلات وانا شخصيا كنائب، انا ما عنديش اي اعتراض على ان انا اجيب قروض خارجيه، لان انا ما عنديش الدوله النهارده اقتصاديا ضعيفه، ما فيش فلوس ما فيش تمويل. طيب النهارده المرفق ده مرفق مهم للتنميه، سواء كان نقل ركاب او بضائع، مرفق استراتيجي مهم جدا للدوله، لانه بي 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 له اثار سلبيه شديده على التنميه وعلى النمو وعلى السكان وعلى الفاليو لاند بتاع الارض. كل الكلام ده المفروض ان الحكومه تبقى عارفه هذا الكلام، وتبقى حكومه ابداع مش حكومه مشاهده بتشوف الابناء. هذا المرفق بيعاني من 89 سنه 88 89 في الموازنه، وهو بدا يخسر، بدا ب 160 مليون لغايه ما وصل لمليارات في الوقت الحالي، اجمالي التراكمي ده 50 مليار جنيه، فالمرفق وقع. النهارده انا محتاج فلوس كتير، وبعدين النهارده انا ما عنديش، طب انا اجيب قروض واشتغل واوظف القروض صح واقدر اسد القرض اصل القرض. يعني افهم من كلام حضرتك يا فندم انه المبلغ غير كافي لتنميه المرفق؟ انا بعتبره اهدار مال عام، لان كل المبالغ الصغيره دي تسكين ما بتعملش حاجه، وكان الانظمه السابقه كانت متبعه نفس الثقافه ونفس الاسلوب، وبالتالي لم ننهض من 88. ما فيش اي، انا النهارده بدي مسكنات، ما بعالجش المرض مره واحده في الجنوب. انا النهارده عايز اعمل الكلام ده، في دول كتير يعني لسه تاريخها بسيط جدا بالنسبه لنا، احنا هنقعد بقى نقول ان احنا ثاني دوله في العالم. طب حضرتك يا فندم سياده النائب، حضرتك شايف مين المسؤول او المفروض تخاطب مين حضرتك؟ المسؤول بقى طبعا النظام السابق والانظمه السابقه والتراكمات اللي حصلت، لان النهارده عشان احل الكلام ده انا النهارده ما فيش فلوس ما فيش تمويل. احنا كمجلس نواب قلنا لهم يا جماعه اتحركوا، انا اتكلمت مع وزاره الاستثمار والتعاون الدولي تتحرك، ومؤسسات ماليه كتير عايزه تدينا قروض، لان احنا بناخد القروض دي بفوائد تعتبر عاليه، اللي هي بنفس طبعا تعتبر بالنسبه لنا بسيطه، لكن عندهم تعتبر عاليه. ما احنا بنحل مشكله بمشكله اخرى. ايوه يا فندم. لا مش مشكلة.
مشكلة أخرى. لا يعني فوائد وقروض. لا لا أنا لو وقفت الفوائد ما عنديش فلوس، ما عنديش فلوس كده، ما عنديش فلوس أقعد خالص ولا أخد وأشتغل وأوظف صح أدي القرض أصل القرض وفوائده وأطلع منه فلوس. حتى لو ما طلعتش أنا عندي اندايركت، عندي غير مباشر يعود على الدولة في القطاعات الأخرى بتشغيل السكة الحديد. ايوه اقل ما بديت خط النهارده في صحراء بعمل فاليو لاند هنا بالارض دي، بقى ليها فلوس، بقى ليها قيمه. بقى ليها قيمه. مين اللي بقى يحصل القيمه دي؟ الدوله. التطوير يا فندم اللي حضرتك بتتكلم عنه هيكون في شكل ايه؟ التطوير كله قلت حضرتك 1000% من اول شبكه السكه نفسها لغايه الجرارات للعربيات للمحطات للمزانات للكهرباء السكه التكنولوجي في بالنسبه للسيموفرات. مش هعتمد على العامل البشري، ان موجود عامل بشري يبقى فيه معدل اخطاء عالي زي الحوادث اللي بتحصل والكلام ده. سياده النائب محمد بدوي، يعني انا بتمنى لحضرتك ان يكون في ثمار لمجهود حضرتك ويكون في جهود، يعني يكون في ثمار لجهود هذه اللجنه، وان شاء الله تحصلوا على المبالغ المطلوبه لتنميه قطاع السكه الحديد. بشكر سياده النائب محمد بدوي دسوقي.